الويزرا احسن بلاش بلاش، لان الويزرا كاين اللي كيقول لك بحال هكا تقول لهم صافي انا راه وليت استاذ عندي راه مازال هي ما غاتخدمش بها اصلا، انت بقيت ما كنخدموش بها جاي مزروب. لبس لباس، لبس لباس عادي، لباس ديال الاستاذ ماشي ثاني لباس ديال العريس. ما نبانش ثاني لابس منه. قول لي تفضل ونجلس. نجلس وندير بحال هكا. كنجلس بحال هكا. كنجلس بحال هكا. بحال كيدي بحال هكا وراسي مقاد. ماشي داير بحال هكا. ولا بحال هكا. إذا إلا ما جاوبتش على واحد السؤال، كاين اللي غير ما كيجاوبش على السؤال الأول كيتخربق. صافي كيمشي ليه كل شيء. يمشي التركيز يمشي كل شيء. ما درتيش التدرج كنت عرفتي وحدة ثانية. ثم شوف الاستفزاز. الاستفزاز شي حوايج تستفز بها. شحال من واحد كيتقلق وكذا وأنا أستاذ وكيهضر معايا بهذه الطريقة، راه كاينة تما في هذيك النقطة. باش يعطيوك النقطة خصك تنجح في هذاك الاختبار. يقول لك انت بعد الهيئه ديالك وقف انت صاحبي كتبان حقيقي زك شي تلميذ اللي حكم الشرف. لا انزعج بمعنى كنبتسم وكنجمع الضحكه في نفس الوقت وكنجاوب كنجاوب جدي. كاين اللي كتجي في الشكل اه ما يمكنش كذا واش حكرتونا واش كذا، راه كاين اللي كيضربوه بالطواش المفتشين. هذوك المفتشين كاين فيهم اللي براسين نيت هذاك الاستفزاز كيزيد حتى هما يكملوا عليها. ولا استاذ كيقول لك التلميذ جا عندك في ثاني بكالوري قال لك استاذ راه كنبغي وكتبدا مخلوعه بحال شي حاجه، شي حاجه ماشي عاديه عادي اصلا. خصني انا نتوقع داك الشيء، نتوقع بان نقدر نلقى شي رساله فوق البيرو، نتوقع بان التلميذ يحطوا لي شي حاجه نزلق فوقها ونجي للارض، نتوقع بان غنلقى في السبوره يضغط هنا يختفي الاستاذ ساعة في الجحيم. فهمتي يسميوني بشي سمية حتى انا غيقول لك انت كتكرر يعني كيقول لك يعني وهذا الشيء راه هذا الشيء صحيح كيوقع، هذا الشيء راه كيوقع. واي استاذ اي استاذ كتكون عنده كلمه ولا جمله ولا ولا حركه كيبقى يعاودها كاين اللي كيبقى يعاود بحال هكا كيبقى كاين اللي كيبقى يقول بحال هكا جميع كلشي عنده الحق. وهذو راه اخطاء في الاستاذ، هي تلميذه مجتهده كتجيب عندي الاول العام اللي فات وانا كنكثر هذيك الكلمه ديال طيب باش ننتقل من طيب. اذا نواصل طيب، اذا نرجع طيب، اذا شنو قلنا؟ انا يلاه كنكتب في الصباره كنسمع كنفكر شنو غادي نقول، هي تقول لي فلتت ليها طيب. اللي كنا كنقراو في الليسي واحد الاستاذ ديال علوم نهايه الارض كان كيقول لي كيكثر من بوم بوم صافي كلشي كيقول لي بوم بوم واحد مرة كان تسوي خرج واحد خرج واحد التلميذ مشى عند الحارس العام باش ياخذ ورقه قال لي عيط لي باش قال لي شنو عندك قال لي راه عندي مشكل مع الاستاذ بومبو خاصة ديال اللباس. الأستاذة لابسة داك الحمر مع واش الحمر كيجي مع الصفر؟ لبستي الكحل غيجي في والو بحال هادشي اللي عطا الله وصاي بحال 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 ما عندي شي مشكل. غنبدا بتسجيل الغياب، كنعيط على أسماء زكريا الحمري، أسامة بوهندي، حميد الحقيقي، تذكر غير صحابك، شوف غير صحابك، الجيران، العائلة، وحده غير هذوك اللي ساكنين حداكم غنفكرهم اللي قراو معاك الاساتذه ديال الجامعه باش ما نبقاش حتى نقول سعيد، لان دوك الكنيات ما كيحضروش دوك الكنيات ولا تبقى تعاود نفس الكنيات. زينب العمراني سيرو جيبوا الورقه كنت تغيبين لا ساكت، إذا وليتي هذاك ديال الصريخ هذاك اللي كيبقى يدير هذوك الإشارة يعني أنت كتبقى تخيل شوف كنعطي المهلة ديال الإجابة يعني هما علاش أستاذ؟
يلاكم تغيبتوا وتتحرك في ذاك القسم، وصل ذاك القسم كتحرك وسط القسم فينا الكتاب ديال ها باش تمشي الكتاب يلا شاولك.